السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله لقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. طلبا وليس أمرا، كنتمنى أنكم تفعلوا مع هذا الفيديو وتعملوا لايك والبرتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد وفي آخر المستجدات والأخبار قضية اختفاء فاطمة الزهراء ذات 13 سنة. إخواني أخواتي، هناك أخبار في غاية الأهمية بخصوص عملية اختفاء الفتاة فاطمة الزهراء وعلاقة اختفائها من داخل الروضة المنسية بمدينة الدار البيضاء. فالأخبار اللي توصلنا بها واللي هي حصرية بعد التحقيق مع صديقة المقربة لفاطمة الزهراء واللي حكات للمحققين أن علاقة اختفاء الفتاة لها علاقة بالأفارقة، كما صرح الصديق اللي كان خارج معها في تلك الليلة متجهين نحو الروضة المنسية. وأكد المحققين كذلك أنه بالفعل تعرض للقريصاج من طرف مجموعة من الأفارقة حاملين معهم سكاكين وأساطير. ففي تلك اللحظة يعني دوروا الهاتف ديالهم وهرب وهي بقت معهم، وهذه الحكاية أو الرواية اللي قدمها المحققين بهذا المنسوب. فمباشرة بعد توصل السلطات الأمنية بهذا الواقع فقد تم بالفعل تكثيف الجهود بالبحث والكشف عن مكان تواجد الفتاة المختفية مستعينين كما شفتوا في الفيديو السابق يعني بالكيلة البوليسية المدربة وكذلك القوات المساعدة وكذلك الشرطة العلمية، لكن بدون الكشف عن مكان أو تواجد هاد المهاشرين الأفارقة المشابه فيهم. فالصديقة المقربة اللي هي صديقة فاطمة الزهراء واللي أكدت وصرحات أن الصديقة ديالها فاطمة الزهراء يعني راهي في أيادي آمنة، خصوصا وأنها عندها علاقة مع إحدى الأفارقة، يعني كانت دائما ما كتكونش خصومة مع الأم ديالها. فضروري أنها كتمشي المكان وكتختفي. فواحد النقطة مهمة اللي خصني نشير لها إخواني أخواتي، اللي هي لابد أن أؤكدها للمتابعين الكرام، وحسب شهادة مجموعة من الشباب هذه المنطقة واللي كانوا دخلوا للبحث في هذه المقبرة واللي أكدوا أن هناك وسط هذه الروضة كهوف خطيرة وخطيرة جدا، وحتى المسافة يعني طويلة واللي كتشبه تلك يعني اللي موجوده بسجن قارة المشهور بمدينه مكناس، وهذه الكهوف لا حدود لها واشياء خطيره جدا يعني اللي كشفوها هاد الشباب، واللي مازال لسبب استعصى على يعني السلطات الامنيه انهم يوجدوا مكان الفتاه المختفيه. فحتى حتى اؤكد لكم اخواني اخواتي، وحسب تصريح ديال هاد الصديق أكدت أنها في أيادي آمنة، في أيادي آمنة، وأن يعني الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله فهذه الفتاة أو هذا القاصر فهي غترجع كما كانت يعني كما كانت يعني الروتين اللي كانت ضروري اللي كانت كتقوم به بعد النزاع مع الأم ديالها، يعني وراها كدوز يومين أو ثلاثة أيام وكترجع يعني بحال اللي ما كاين حتى شي حاجة وهكذا. فبخصوص هذه الفتاة إخواني أخواتي، كما ذكرت فهي كانت دائمة الخصومة مع الوالدة ديالها في كثير من الأحيان، وكتختفي ما مرة من المنزل العائلة ديالها من يومين كما ذكرت حتى لثلاثة أيام، وكتمشي عند إحدى الأفراد العائلة كما كانت كتدعي اللي هي الخالة. أو من بعد ما كتمر هذه الفترة الخصومة بما كيبرد الطرح فكترجع المياه لمجاريها بالرغم من الحياة المزرية اللي كانت كتعيشها وسط بيت يعني صفيحي في سطح المنزل مع الزوج الوالدة ديالها، واللي كان عندها هاد الفتاة أحلام كبيرة وكثيرة جدا أنها كانت كتحلم رغم صغر السن ديالها، فهي كانت كتحلم دائما أنها توصل يعني وتعتق يعني وتحمي العائلة ديالها، خصوصا الأم ديالها والأب اللي مطلق يعني اللي مازال حتى هو على قيد الحياة، ولكن هي بغات تحاول تبدل نمط الحياة لأن عندها أوهام وعندها أفكار لابد يعني أنها تحققها في هذا الوقت المبكر. فعوض هذه الأم إخواني أخواتي يعني تشد بنتها وتمشي يعني تخدم
وتكري شي محل وخا غير شي بيت وتربي بنتها احسن تربيه، عوض انها يعني داخل عليها راجل يعني تزوجات يعني. فاكثر الناس يعني فقرا فمنهم ناس كثير في اخر الزمان، وهما اللي خرجين يعني يخرجوا على البنات ديالهم وكيعرضوهم لجميع الكوارث في هذا المسألة كما وقع لهذا الطفل او لهذا الفتاة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلا بد من تعميق البحث اخواني اخوات مرة اخرى في هذه القضية، لان كنظن ان الشباب اللي بلغوا على هذا الاختطاف بالخصوص لهم علاقة باختفائها، خصوصا وان الفتاة كانت بالرفقة ديالهم فعلا وتم انتزاعها منهم من طرف هذه الافارقة اللي على يقين والاكيد انها في ايادي آمنة، وكما ذكرت مرة اخرى انها سوف تعود للمنزل العائلة. فبخصوص يعني التصريح اللي خرج به الزوج الوالدة ديالها واللي اكد ان هناك نزاع مع واحد البزناز واحد الضابط، وحتى انه اللي كيوجه التهم لهاد الناس، وحتى ان مجموعة من المتبعين قالوا انه لابد انه يرفع شكاية ضد هاد الناس. وحتى كذلك شنا بعد يعني الناس او الشهود اللي كياكدوا ان هذا الزوج كذلك تورى ما ساهلش، تورى عنده مشاكل. فحتى الاخبار الاخرى اللي توصلنا بها بخصوص هذا البزناز اللي بعد ما تم كذلك التحقيق معه على حسب هذه النازله على حسب الاقوال اللي خرج بها الزوج، يعني حتى انهم يجمعوا بعض المعلومات بخصوص هذه الفتاه القاصر بعد ما اكد هذا الزوج انه عنده علاقه مع هذه الفتاة، وأنه واحد الضابط كان كيحميها كيحميه، وأنه بسبب هذه المشاكل دخل للسجن وتحكم بستة أشهر ظلما وعدوانا. فالتحقيق مع هذا البزنس تأكد أنه لا علاقة له شيء كامل، وأن هذا شيء غير سينما وهذا شيء غير تمثيل من طرف هذا الزوج باش يحاول يعني يبعد الشبهة من ذوك الناس الأفارقة اللي هما السبب الرئيسي حول اختفاء الابنة ديال الزوجة ديالو. فصراحة اخواني اخواتي فالابحاث والتحريات فهي جارية على قدم وساق، وان شاء الله يعني غتوصل لواحد النتيجة. هو وانا على يقين واكد هذا الخبر اخواني اخواتي ان هذه الفتاة راها غترجع لوالديها عما قريب، لانها هي دائما كما ذكرت في خصام مع هذا مع الوالدة ديالها، فكتخبر واحد المده وكترجع وهكذا. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم، فكنتمنى انكم يعني تعملوا باللايك ديالكم وبالبارطاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.